كما لاحظتوا الاخوه البلاصه هذيك كنا استقنا لها اللعيبه سادو وبعد الفراغ سادو دابا قطعنا القطعه سادو هاد القطعه كيكونوا بحال هكا كتكون لاصقه على هاد الحاشيه وكنزولوها لهم شي بينا بحال هاد الشكل هذا كما لاحظتوا الاخوان من بعد ما ركبنا على الاضافات اللي زدنا كما لاحظتوا بجوج بهم حتى هذيك دلين راه زدنا على الاضافه ديالها ومنها كاع نوريكم حتى هذا الروتري هذا لان كنت صورت لكم من قبل ولكن كنت صورت لكم من قبل ولكن كان الجو مسلش شويش ما كانش التصوير صافي دابا كنظن الجو مزيان غادي نعمل لكم واحد الجوله ان شاء الله يا ربي ما طاحتش الشتيوة تبارك الله ما شاء الله هانتوما هاد الوجه هادي كنا عملنا لها من هاد الجهة ومن هاد الجهة هادي يعني دابا عملنا لها ثلاثة جهات هادي وهادي ويا خر يعني ثلاثة 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 كنظن هكذا أفضل في تكلي طاجيرات كيجي لهم الضوء دابا كنظن الجو صافي شويه غتكون الصوره واضحه ان شاء الله بحول الله نعمل لكم واحد الجوله في هذا الرودري هنا يديو لنا الاخوان والاخوات فكره هانتوما هنا يجوز الصيلان كاين الصاله الاولى هاد الصواري بحال بعضهم غير هادي مبنيه على هاد الرجيله هاديك ما مبنيه على شي ولكن نفس الفكره خدمنا عليها ما لاحظتو ما عملنا لا قوس لا والو على حساب الطالون ديال مالين الدار هنا من فرقنا الزواقه وفندق ديك الفندق ديال الصريع هو اللي مشى وهاد الصاله هادي جات طويله لكن ما دخلتها الكروار فيها شي 8 ديال المتر هنا فيها الزواقه هادي كتجي مزيونه باللي سيليكون هذا من هاد الزاويه هادي دابا نحاول نبدلو الزاويه نظن دابا عطات منظر مزيان الصراحة هانتوما كيما كتلاحظو هاد الزويقة كتجي زويونة الصراحة هنا هاد البلازما عاود تا هي خدمناها بنفس الزواقة اللي خدمناها في هاديك فيها الليد الليد ديالها دايز مع الحواشي وفيها لي طاجيرات يعني تقدر تملى الليد تقدر تنزل عليها الديكور في نفس الوقت هانتوما الاخوان هانتوما هاد الزواقة هاديك اش كتجي رائعة كتعطي منظر زويون صراحة انا شخصيا كتعجبني هاد الزواقة لا هي ولا هاد الحاشية تا هادي طوب ديال الخدمة ما عادو دابا حاليا التصويرية تا هي كيما لاحظتو هانتوما كتجينا ثلاثة الواجهة هنايا الصريا عملنا لها ثلاثة الإضافة سادة باش خلينا الصالون مربع كيما لاحظتو هاد السويدن هذا خليناه مربع باش كتجي خدمة فيه ناضية كتجي خدمة مربع كتجي حسن هادو انتم كتشوفو وهادو هنا هاد الروتري هذا كامل مشى الزواق بلدي ونتا حيت كاينه في السفل كاينه الليزر والوسط مخلط يعني ثلاثة طبقات في هاد الفيلا كل سفنة كيفاش مشات هنا هاد التخيلات هادو الدوتشات دريسينغ يعني كاين بلاف واحد اللي يجي فيها سبورتات هاد الدروج اللي سبقنا شاركناه معكم ولكن دابا الجو صافي هاد البلاك الصح هاد الكوادرو سمانين اللي راه عملو فيهم شي شكالات Thank you.
هنا الاخوان في هذه المرحله هذه كنا ان شاء الله بدينا في هذه السكنه الاولى كيفاش كانت هذه المرحله ملي بدينا العمل كنا باقي قلنا بسم الله يعني ان شاء الله قلنا بسم الله شوف كيفاش كانت ومازال ان شاء الله يا ربي ملي ركب ديك الخشب ديال الله يزرع تبدل او واحد الدرجه كبيره. دابا كنوريكم هي البدايه ملي بدينا اول مره كيفاش كانت الامور ملي عملنا القبس وان شاء الله ملي تخدم الله يزرع تكون حاجه اخرى.